السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فوزة إعادة تدوير للبطرمان دون. ابتدي ألزق ورق المناديل بالغرة على البطرمان. أيضا نغطي البطرمان كله بورق المناديل. غطي كله غيرها، طبعا مخفف بمي. غطي كله واسيبه ينشف. مجرد ما ينشف ابتدي ادهنه بلون ذهبي مائي. البطرمان بعد ما نشف ابتدي تدهنه باللون الذهبي المائي. بالشكل ده أول ما ينشف بيكون محضرة. بيكون محضرة السجاهات مقصقصوها. حتت صغيرة. هاجي كده ابتدي الزق السجاهات الحتت الصغيره دي على مسافه صغيره من بعض كده بمسدس الشعر.
ألزق على البطرمان كله، والحتة الصغيرة نقلها حتة صغيرة مناسبة ليها. بالشكل ده بالشكل ده. كنا انا لزقت الاربع وجوه بتوع البطرمون، طبعا ممكن الزقه كله بالغيره بس ايه المسدس الشمع ينشف اسرع. بعد كده عين خيوط الشمع كلها من على البطرمان، انا نضف كويس جدا بالخيوط. بعد كده بجيب الغرة وابتدي ادهن البطرمان غير مخفف، برضو أدهن البطرمان كله. سوري. وبعد كده عندي الجليتر اللي هو الذهبي، وبالفرشة أبتدي أعين الجليتر من على وش أجزاء السجي، أنزله في الأماكن اللي هي الفواصل اللي بين السجي، بين قطع السجي وبعض. بالشكل ده اعمل اربع وجوه اهو كده. بدهن بالغرة، بعد كده برش بالجليتر، ابتدي الجليتر برضك ازقه بالفرشة كده، املى بيه الفراغات اللي بين اجزاء السجي وبعض. بعد كده بتجي امسح الغرة من على وش اجزاء السجين. وهي حتى لو باقي بواقي غرة، الغرة دي شفاف ما بي لونه بيروح مجرد ما بينشف، بس انا بحاول قدر الامكان امسح برنك من على وش قطع السجين الملزقة، وسيب الجليتر اللي في الفواصل والغرة. وممسح قدر الإمكان.
عادي كده اللي هي فوهة البرطمان اللي ما بيتلزقش عليها قطع السجيل، ببتدي بلزق عليها ستراس فضي. بعد كده عندي بقى شوية خرز، وده فرع زرع قديم. فرع الزرع ده دهنته باللون الدهبي، وبعد كده هبتدي ألزق فيه الخرز دون أنواع خرز، ألوان كتيرة يعني. عندي حط منها ألزق في الفروع الفاضية اللي عندي دي، وسدس الشمع نقطة الشمع، وبحط الخرزاية واستنى شوية لغاية لما تنشف. بالطريقة دي بتثبت على الفرع. بحط كذا خرزاية بالشكل ده براحتي، بوزعها في الطروف، وتبقى توزيع عشوائي على الساق بتاعت الفرع. في خرز على شكل قلب، وخرز عادية، خرز خضرة، خرز حمراء شفافة كده، لغاية لما بقى بكسي بعملها على ذوقي يعني. بالشكل ده لزقت عليها كذا خرزة، عين كيوت الشمع طبعا اللي طالع دي. طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب، اشتراك في القناة، وعشان لو احط قطعة فوم او اي حاجة في اللين او اي حاجة